ساعدت اليابانيون بعد تسونامي ونظفت مفاعلاً نووياً بعد انفجاره. عصابة هي الأغنى في العالم، ثروتها تفوق ميزانية دول وحكومات، عمرها أكثر من 400 عام، الوجه المظلم لكوكب اليابان والمتوزعة في كل أنحاء العالم. يظهرون بثياب أنيقة ويخفون تحتها الكثير من الوشوك. عصابة الياكوزا اليابانية، العصابة الأخلاقية. النشأة والتأسيس. يعود تاريخ تلك العصابات إلى القرون الوسطى، حيث كان يطلق عليهم اسم البوراكومي، وكانوا يتلقون معاملة سيئة من المجتمع، ولا يسمح لهم حتى بلمس بقية الناس، وكأنهم مرضى في البلاد. والسبب الرئيسي لتلك المعاملة هي أعمالهم التي كانت مرتبطة بالموت، مثل صناعة الجلود والجزارة، ما تسبب بنبذ المجتمع لهم وانعزالهم عن العالم، وزادت عزلتهم مع السنوات. فخلال القرن 17 وضعت قوانين رسمية بعزلهم عن المجتمع، ونقلوا بذلك إلى خارج المدن، وفرض عليهم العيش في بلدات معزولة، حتى أتى الجيل الجديد الذي فرض نفسه في المجتمع. الصعود للقمة. مع أواخر القرن 17 ظهر جيل جديد من البوراكومين، وقرروا فرض نفسهم في المجتمع وكسر عزلتهم. أول نشاطاتهم كانت منافذ لبيع البضاعة المسروقة، والتي سرعان ما انتشرت في كل أنحاء اليابان. ومن ثم أنشأ بعضهم محلات للمقامرة في عدة أماكن، لتكون انطلاقتهم الحقيقية قبل 400 عام، واستمرت حتى يومنا هذا. الغريب أن تلك الطبقة المنبوذة تحولت في ليلة وضحاها إلى طبقة محترمة، ونالت تقدير المجتمع الياباني، ليتحولوا بذلك من طبقة معزولة بالإجبار إلى جماعة عزلت نفسها بإرادتها، ووضعوا لأنفسهم قوانين خاصة لينتشروا في اليابان، ومن ثم توسعوا في كل أنحاء العالم. أسرة واحدة. الياكوزا ليست مجرد عصابة، فهي أشبه بالعائلة الكبيرة، فمع انضمام عضو جديد لها يعامل رئيسه على أنه والده، ومع بقية أفراد العصابة على أنهم عائلته الجديدة. أما عن تعبيره عن الولاء لعائلته الجديدة، فلا يكون بتركه للعالم الخارجي فقط، بل بتغيير شكله بالكامل، حيث يتم تغطية الجسد كله بوشوم معقدة، والتي غالباً ما تروي قصصاً عن أساطير يابانية. وكل تلك الوشوم يتم رسمها باستخدام طرق تقليدية قديمة، إلا أنهم لا يظهرون تلك الوشوم أمام العامة، فهم يظهرون بكامل أناقتهم في الأماكن العامة ببدلات رسمية وسيارات فاخرة، وتظهر تلك الوشوم في اجتماعاتهم الخاصة فقط، حيث يعقدونها وهم عراة للتأكد من انتسابهم للعصابة وعدم وجود جاسوس فيما بينهم. وما يميزهم عن بقية سكان اليابان الإصبع المفقود في اليد اليسرى، وهي العقوبة التي تطال من يرتكب خطأ في العصابة، فيكون عليه أن يقطع جزءا من إصبعه الخنصر ويسلمه لرئيسه. ويقال إن كثيرا من أعضاء العصابة تعرضوا لتلك العقوبة كونهم معرضين للخطأ دائما، والهدف من تلك العقوبة إضعاف قدرة المحارب، بحيث أنه سيكون من الصعب عليه إمساك سيف الساموراي، وهو السلاح الرئيسي الذي تستخدمه العصابة. وكلما فقد المزيد من أصابعه يؤكد على ولائه للجماعة أكثر. عشائر ياكوزا. تضم عصابة ياكوزا 20 عشيرة من اليابان، أكبرها ياماغوشي غومي، والتي يصل عددهم إلى 50,000 عضو، ومعهم عشائر سوميسي كاي وإيناغاوا كاي، لتشكل تلك العشائر 70% من الياكوزا. تمارس العصابة اليوم العديد من الأنشطة، منها البغاء والقمار، وأعمالها الرئيسية هي تجارة الأسلحة والتهريب. ورغم ذلك تحاول أن تحول تجارتها إلى تجارة قانونية في اليابان وغيرها، حيث تستثمر في مشاريع عمرانية وترفيهية، أكبرها في اسطنبول التركية، حيث تتحرك العصابة بحرية ولديها استثمارات كبرى فيها. ورغم دخولها في تلك الجرائم والتجارة، لكن العصابة لا تتردد أبدا في مساعدة الناس،
وأحد أبرز تلك المساعدات جاءت عام 2011 عندما تعرضت اليابان لعدد من الزلازل العنيفة التي كانت من أشد الزلازل التي ضربت اليابان، لتسرع العصابة لتقديم المساعدة للمتضررين خصوصا في منطقة توهوكو المتمثلة بسبعين شاحنة محملة بالطعام والمياه والأغراض المنزلية، كما شاركت في تنظيف مفاعلات نووية عقب الزلازل. ومؤخراً عرضت المساعدة في محاربة فيروس كورونا، لكن الحكومة اليابانية رفضت ذلك. تلك المساعدات أكسبت العصابة شهرة واسعة وحولتهم من منبوذين إلى محبوبين لدى الشعب. تعتبر عصابة الياكوزا اليوم من أشهر المافيات العالمية ازدهاراً وتحقيقاً للأموال، حيث يصل عدد أعضائها إلى أكثر من 100,000 عضو، ووصل دخلها العام 80 مليار دولار، لتكون بذلك أشهر وأغنى عصابة في العالم.